دعا الرئيس الأمريكي باراك أوباما قادة العالم في كلمة له في اختتام فعاليات قمة كوبنهاجن، دعاهم إلى الوصول إلى اتفاقية حتى ولو كانت منقوصة. وأشار الرئيس الأمريكي في خطابه إلى نقاط لمواجهة التغير المناخي، منها أن تلتزم الدول الكبرى بخفض انبعاثات الغازات الضارة وتقدم الدعم الكافي للدول النامية، مشددا على أهمية تبادل المعلومات دوليا حول التغيرات المناخية. جميعكم لم تأتوا إلى هنا لو لم تكونوا مقتنعين مثلي أن هذا الخطر حقيقي. هذا ليس خيالا ولكنه علم. بقاء الوضع على ما هو عليه سيشكل خطرا على أمننا واقتصاداتنا وكوكبنا، في حين أن واقع التغيير المناخي لم يعد موضع شك. علي أن أكون صريحا أمام العالم الذي يشاهدنا الآن، فإن قدرتنا على القيام بعمل جماعي هي في موضع شك الآن. أعتقد أنه يمكننا أن نتصرف بجرأة وبشكل حاسم في مواجهة هذا التهديد المشترك، ولهذا السبب جئت إلى هنا اليوم ليس للتحدث ولكن للعمل. من جهته اقترح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التوصل إلى اتفاق حول المناخ في كوبنهاجن دون تحديد أرقام المساعدات للدول الفقيرة، على أن تجرى مناقشة هذه المسألة العام المقبل. If we are to meet the climate change challenge, we must act as United Nations. إذا ما أردنا مواجهة التحديات المناخية فيجب علينا أن نتعامل بعقلية الدول الموحدة، والآن لحظة التوحد مواتية، فلدينا هدف مشترك وحان الوقت لنا جميعا لأن نتحد في أفعالنا المشتركة. وأنا أدعوكم لانتهاز هذه الفرصة في ظل شعور مشترك بالمسؤولية، وأدعوكم للتحلي بالشجاعة والحكمة السياسية والإحساس بالمسؤولية، لأن ذلك سوف يكون ميراثكم للأجيال القادمة. وللمزيد معنا من كوبنهاجن موفدنا إلى هناك طلال الحاج. طلال، هناك أخبار عن تمديد القمة في وسط الإحباط الموجود في داخل أروقة القمة، إلى أي حد ذلك يمكن أن يكون صحيح؟ بالفعل هذا صحيح. الأمين العام طلب من القادة الآن البقاء الليلة في كوبنهاجن والمغادرة غدا السبت. كان من المفروض أن يغادر هؤلاء الغادة خلال الساعة القادمة. أوباما كان محددا له أن يغادر كوبنهاجن بعد نصف ساعة من الآن. لا نعرف حتى الآن في ماذا قبل القادة بدعوة الأمين العام لتمديد بقائهم هنا. هذا هو السؤال، هل سيمدد هذا المؤتمر؟ الرئيس أوباما اجتمع برئيس وزراء الصيني وين جي باو، اجتمع لساعة كاملة 55 دقيقة، ولكن لم يتوصل إلى نتيجة، وترك الاثنان الأمر لمفاوضيهم لاستكمال الحديث والتفاوض. والمعضلة الأساسية الآن في هذا المؤتمر هو المراقبة والتحقق الدولي من تنفيذ التعهدات. بالنسبة للصين تعتبر ذلك تعدي على السيادة، تقول ثقوا بنا وأي آلية تحقق دولي هي مرفوضة. وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون أوضحت تماما يوم البارحة أن انعدام الشفافية ستكون ديل بريكر، أي أنه لا اتفاق دونها. الصورة الجماعية حتى للرؤساء كان المفروض أن تعمل الساعة 12 ثم أجلت إلى الثانية ثم إلى الرابعة، والآن يقولون الجدول غير معروف. المؤتمر على وشك الفشل. طلال، سمعنا أن هناك مسودة تسقط نهاية 2010 تحديدا في إطار إنجاز اتفاقية ما، وهي كانت مطروحة بالأمس. هل هناك تفاصيل أكثر حول هذه المسودة الجديدة؟ كل ما نعرفه هناك أكثر من مسودة في واقع الأمر لإنقاذ هذا المؤتمر، الظهور بإعلان سياسي واسع فضفاض والدخول في التواصيل في وقت لاحق. ولكن قضية المراقبة وهي قضية أساسية بالنسبة للولايات المتحدة لابد أن تذكر، وأيضا تحديد النسب الانبعاث. هذه النقط مهمة جدا، وقالها أوباما في خطابه بأنه بدونها لن يكون هناك أي اتفاق. والصين تقف موقفا متشددا بالنسبة لهذا الأمر، وتتجه أصابع الاتهام الآن إلى الصين والولايات المتحدة لإفشال هذا المؤتمر. طلال الحاج موفدنا إلى كوبنهاجن، شكرا جزيلا لك.
أفاد موفد العربية إلى كوبنهاجن أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يبذل جهودا مضنية في محاولة لإنقاذ قمة المناخ من الفشل، فقد دعا القادة إلى تمديد بقائهم في كوبنهاجن للتوصل إلى حلول للخلافات التي تعرقل الاتفاق، وأهمها آلية مراقبة التزام الدول وتحديد نسبة الانبعاثات التي تصر عليها الولايات المتحدة وترى أن الاتفاق من دونها، فيما ترفضها الصين بشدة وتعتبرها تدخلا في شؤون داعية إلى الثقة بالتزامها بالاتفاقات الدولية، ما أدى إلى اتهام الطرفين بإفشال القمة. وينضم إلينا موفدنا إلى كوبنهاجن طلال الحاج. طلال، ضعنا في صورة مساعي اللحظات الأخيرة، يعني إذا كان هناك جديد. نعم، بالفعل طلب بان كي مون من القادة البقاء هنا ليوم آخر إلى يوم السبت من أجل التواصل في محاولة أخيرة للتواصل إلى اتفاق. نفهم أن الرئيس الأمريكي وافق بالفعل على البقاء إلى الساعة 8 مساء اليوم، أي أنه أجل مغادرته من كوبنهاجن من الساعة 5:30 إلى الساعة 8. هناك أمل، اجتمع لمدة 55 دقيقة برئيس الوزراء الصيني وين جياباو، وبعد ذلك استكمل المفاوضات كبار المفاوضين، ولكنهما غادر المفاوضان الصينيان سو إيا والوزير المكلف كاي غادر هذه المفاوضات. رأيناهم يغادروا، سألتهم صحفية صينية فيما إذا سيعودوا، قال الاثنان أنهم نعم قد يعودوا. لا نعرف إلى أين تسير هذه المفاوضات بين الطرفين الصيني والأمريكي حتى الآن، ولكن سألنا مسؤولا بريطانيا عما إذا كانت هناك فرصة كبيرة للتوصل إلى اتفاق، قال ليست بعظيمة لأن هناك دول أخرى تحتج على هذه الوثيقة المقدمة من قبل بريطانيا وأستراليا وبعض الدول التي قامت بوضع نص هذه الوثيقة، بأن هناك احتجاجات على الحصص المالية، هناك احتجاجات بالنسبة للدرجتين بحلول عام 2020، يطالبون بارتفاع درجات الحرارة فقط بدرجة ونصف مئوية، ويقولوا إن أي توقيع على مثل هذه الوثيقة يعني حكم الإعدام على شعبه ولن نقوم به. شافيس رئيس الفنزويلي سخر من الرئيس الأمريكي باراك أوباما في خطابه بأنه قدم لمدة 11 دقيقة وألقى بخطابه، ومن ثم غادر من باب صغير في القاعة، وهذا في خطابه أمام الجميع، وقال إنهم يأتون في الليل ويطبخون وثيقة ويطلبون منا أن نقبل بها، وكان له تصفيق كبير في القاعة، لاحظنا ذلك. الوضع جدا متأزم، لا نعرف إلى أين ستسير الأمور. الرئيس الأمريكي هنا معنا إلى الساعة 8، ولكن لا نعرف، معظم القادة لن يبقوا هذه الليلة إذا ذهب أوباما. طلال، فقط إذا كانت هناك خلافات أو نقطة حجر العثرة ما بين الصينيين والأمريكيين تحديدا، ما المختلف عليه يعني بالتحديد إذا كان هناك خلاف ما؟ نعم، النقطة الأساسية هي المراقبة الدولية والتأكد من الشفافية في التطبيق والتنفيذ للتعهدات. الصين تعتبر ذلك تعديا على سيادتها، وقالها في خطابه وين جياباو رئيس الوزراء بأنهم يقبلون بالمراقبة، ولكن المراقبة غير المتعدية المتطفلة على السيادة الصينية، أي أنهم لن يقبلوا بضمانات مثلا من البنك الدولي أو المصرف الدولي للتدخل في شؤونهم للإشراف على مدى تنفيذهم لتعهداتهم بالانبعاث للغازات في الصين. طيب، هذه هي النقطة الأساسية، والولايات المتحدة مصممة عليها. هيلاري كلينتون قالتها بصراحة في خطابها أنها ما وصفته بأنه ديل بريكر، بأنه لن يكون اتفاق ما لم تقبل الصين بتحقق دولي من تنفيذ التعهدات. بالمناسبة الهند أيضا ترفض ذلك. طلال، المسودة التي سألتك عنها سابقا وهي أن في نهاية 2010 لن يكون هناك وصول لاتفاق، أليست هذه المسودة تعني إقرار بفشل هذه القمة الحالية؟ لا أعتقد ذلك. هناك خطة الآن للذهاب إلى المكسيك في نهاية في ديسمبر من العام القادم لمناقشة تفاصيل هذا الاجتماع. ما حصل هنا لن يتوصل إلى تفاصيل كافية لوثيقة كوبنهاجن. كوبنهاجن ستكون وثيقة عريضة سياسية غير ملزمة قانونيا، وجميع الدول تطالب بإلزام قانوني. ما هو موجود الآن هو كيوتو، هي الوثيقة الوحيدة الملزمة قانونيا وتنتهي في ديسمبر عام 2012. لا يريدون
كيوتو الموت دون أن تكون هناك وثيقة قانونية أخرى ملزمة نعم. للدول الصناعية وملزمة للدول الكبرى. من داخل أروقة قمة المناخ في كوبنهاجن، موفدنا إلى هناك طلال الحاج، شكرا جزيلا لك طلال.